المؤلفات، ويكون كذلك تزايد في عدد القراء وفي الإنتاج الثقافي عبر الكتاب بجميع، لأننا نعتبر أن الثقافة الحقيقة هي المؤشر، هي من أحد المؤشرات الحقيقية الدالة على التنمية. ما كاينش مجتمع اللي يمكن ينسب نفسه الصفة ديال المتقدم وما تكونش عنده مؤشرات متقدمة في الثقافة. فطبيعة الحال الثقافة ما كتجيش وحدها، تخصها كذلك دعم، تخصها تقدير، ولكن هذا مؤشر مهم جدا. ما يمكنش نعطيو راسنا الإمكانية أن نتكلم عن أننا متقدمين ولا متطورين إلى ما تقدمناش كذلك في الثقافة. فمشينا بهذه المبادرة ونتمنى أنها تنجح. نتكلم بعد طبيعة الحال مبادرة مشتركة، وهذا من خاصيات الثقافة مع الاتحاد المهني لدور النفط. سي أحمد بوكوس، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على الحضور معنا، لأن كنت بصدد التفكير بموضوع هذه المبادرة اللي هدفنا هو منح جوائز للكتاب في 4 ميادين: الكتاب، المؤلف العربي، المؤلف الأمازيغي، والكتاب المترجم، والكتاب الفرنسي. والنية ديالنا طبيعة الحال بالانفتاح على لغات أخرى هو كذلك لأن المجتمع ديالنا اللي هو المجتمع المفتح، فتخصو كذلك يشجع حاملي الأقلام اللي كتمكن من هذا الانفتاح. ونتمنى أن في المستقبل لملا نفتحو كذلك على لغات أخرى، وهذا غادي يدخل كذلك في المشاورات اللي كنديروها مع الفاعلين ديال القطاع، باش نمشيو إلى أبعد مدى ممكن بالتدريج من سنة إلى أخرى. وبالتالي هذه الجائزة ديال هاد السنة نذكر أن النية ديالنا نقولها مستقبلا إن شاء الله في كل سنة، والموازاة مع هذا الكتاب تكون فرصة للإعلان عن الفائزين بالجائزة، مع العلم أن العمل على أن العمل على الجائزة كياخذ شهور. مثلا اليوم كنتكلموا على جائزة 2019 اللي بطبيعة الحال اللجنة، ونشكرها كذلك مسبقا، باش اشتغلت لمدة تقريبا سنة، وبالتالي العمل على الجائزة القادمة غادي يبدأ مباشرة بعد معرض الكتاب إن شاء الله، باش نواصلوا هذا العمل. الأربع جوائز أعطيناهم أسماء، وهذه الأسماء كذلك عندهم دلالات ديالهم، فأسماء ديال أقطاب ثقافية عندها ارتباط كبير مع الجهة، ولكن ارتباطاتها أو الإشاعة ديالها فهو كذلك إشاعة وطني وإشاعة دولي. فبالنسبة للكتاب العربي سي محمد الزفلاف، جائزة محمد الزفلاف هو الاسم ديال الجائزة. بالنسبة للكتاب الأمازيغي، جائزة الزقطور. بالنسبة للكتاب الفرنسي، جائزة تدريب الفرنسي. وبالنسبة للكتاب المترجم، جائزة طيب سلام. وهذه طبيعة الحال هادو إعلان بصموا الساحة الثقافية بصفة عامة، ونود من خلال هذه التسميات التكريم ديالهم مرة أخرى، والاعتراف لهم بما ساهموا به
بطبيعة الحال هذا كذلك محاولة من الأسماء مرتبطة بالحقل الثقافي إلى لعقود أخرى إن شاء الله، ويفتحوا المجال بهذه الجوائز إلى أجيال أخرى. هنا يجي الدور ديال المؤلفين، وهنا أود أن أشكر شكر خاص للجنة ورئيستها اللي تسجل هنا. السلام عليكم. ما حسبوش المجهودات اللي كانت ضرورية في البداية، لأن للتعريف بالجاذبة لواحد العدد ديال الضوابط كذلك اللي كانت خصنا في إطار اللجنة أنها توقف عليها وتفسرها وتوضحها. فالحمد لله أنهم توفقوا بالرغم من هاد الإكراهات ديال الانطلاقة، أنهم يعطيونا يعني يكون واحد إقبال مهم جدا. ونخلي الفرصة للسيدة الرئيسة باش تعطينا يعني تفصيل أكبر بالظروف اللي اشتغلت فيها اللجنة، بالمساهمين كذلك في اللجنة، وأود أن أشكرهم يعني فردا فردا، وأن أقول لهم اللي نوصلوا إلى هذا اللقاء ديالنا اليوم، ونشنو به الجائزة الأولى، ونشنو به المشوار الذي أتمناه وألتزمه باسم الجهة، أنه إن شاء الله يكون مشوار طويل في يعني التزام الجهة في الحق الثقافي، بالإضافة إلى ما قامت به في ميدان أخرى ثقافية. اليوم جاء دور الكتاب، وفقنا الله لما نصبوا جميعا لإنجاح الثقافة، ولجعل الثقافة تلعب دورا حقيقيا في تنمية جهتنا. شكرا مرة أخرى، ونعطي الكلمة مباشرة السيدة لك السيدة رتنا ليقبلها. سيبوكوس غادي نختم به إلى سمحت. سيرتناني اللي كذلك للميلين والمناضلين ديال المشرق ديال الثقافة بصفة عامة، فهذا ورش من الأوراش الكبيرة اللي كنشتغل مع المشرق، واللي فيه ثقافة سابقة، واللي كنتمنى أنها السابقة ما تبقاش محصورة في هذا الرابط فقط. جون اكستراوردينير كوم سي باكوني كي نوفيل كوم سي دلوالي كي malgré ses préoccupations, malgré son temps, qui a pu venir se libérer de la culture. Et quand vous entendez Awali vous parler de culture, ça vous met du baume au cœur et nous dit nous sommes heureux, nous pouvons continuer, parce que l'amal yannam a tiemchich, l'amal yannam a tiemchich, l'amal yannam a tiemchich, l'amal yannam a tiemchich, inshallah. Je tiens à chkour, modèle المعارض في الدار البيضاء لرجل ثقافة تهور اللي ساعدنا هذه السنة باش عطانا واحد المنظر، السيدة مديرة الجهة أيضا بالجهات، الحمد لله شي حد من وزارة الثقافة، غتصبروا عليها الله يخليكم. إذا حنا تيمكن لينا نشتغلوا أكثر وأكثر لتنشوفوا الناس ما يعطيوناش غير يشجعونا. وهذه الجائزة اللي كاينة جائزة الأولى اللي غتخرج للساحة تتعطي أربعة ديال الجوائز، الكتاب كاين اللي معروف كاين اللي ما معروفش، وإن هذه الدفعة اللي غتكون بأن غتكونوا سفراء ديال الجهة، وغادي يمشيو الجهات كلهم الدار البيضاء السطات ولا السيد الرئيس يهضر معايا، غادي يكون واحد الجولة بالكتب ديالهم ومحاضرات غادي يديروهم خارج ماشي غير في الدار البيضاء، خارج الدار البيضاء، وهذه تتبين بأن الكتاب ما عندوش حدود، الكتاب تيتخصو يسافر بلا جواز. وتنشكر أخيرا اللجنة اللي على رأسها السيدة بهاء طرابلسي، تنشكر السي أحمد بوكوس عميد المؤسسة ديال الإركان وخا عيان شوية
دار المجهود باش يجي من الرباط واللي غنعطيو الكلمه لان من بعد لان جا معه ضيف مهم جدا لان العلاقات بالمغرب كما بغينا نديروها راه دائما تتمشي لافريقيا اللي خدا اكبر جائزه في افريقيا جائزه ايفوار اللي تسلمها هذه تقريبا شهرين في أبيدجان هو معنا Et je tiens juste à signaler à l'assistance que ce prix a été déjà pris et décerné à Bahad en 2014 à Abidjan. Je passe tout de suite la parole à Bahad.